السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله بالخير أوقاتكم. عاجل، أول تعليق لصنعاء على تلميح بوتين تزويدها بأسلحة بعيدة المدى، وإلى التفاصيل. علق مسؤول في حكومة صنعاء على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي ألمح فيها إلى إمكانية تزويد قوات صنعاء ودول ثالثة بأسلحة بعيدة المدى، وذلك في رسالة تحذيرية للغرب. وأكد نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع لقوات صنعاء العميد عبد الله بن عامر على أهمية رسالة بوتين، واصفا إياها بالخطيرة للغرب، والتي مفادها أن روسيا قد تلجأ إلى تزويد مناطق مختلفة من العالم بأسلحة بعيدة المدى. ولفت بن عامر إلى تركيز التعليقات الروسية على اليمن كوجهة محتملة لتلك الأسلحة، مشيرا إلى تصريحات سيرجي ماركيف مدير معهد السياسات الدولية في موسكو، الذي اعتبر فيها الحوثيين هم القوة الوحيدة القادرة على ضرب أمريكا. وأشار بن عامر إلى تحليلات إعلامية روسية ربطت بين تصريحات بوتين والأحداث في البحر الأحمر، واعتبرت أن ما يحدث هناك هو معركة واضحة يخوضها اليمن ضد الدول الغربية. ويظهر تعليق حكومة صنعاء ترحيبها بدعم روسيا، واعتبارها رسالة تحذيرية للغرب من مغبة التدخل في شؤون المنطقة. كما يعكس تركيز الإعلام الروسي على اليمن كوجهة محتملة للأسلحة بعيدة المدى، ورغبة موسكو في تعزيز علاقتها مع صنعاء والقوى المناهضة للولايات المتحدة في المنطقة العربية لمواجهة النفوذ الأمريكي. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.